قدوميها قبل كبنادرها ندوق عاصمة مقدشو عمر محمود محمد فيلش وحاو دقا حديقة سيدي بودا يعتير لوغو سمي يحرون تقاديد كي يدل بحين تاقل كدولة دهوسي حمري كوتا لدق مدى ورطة نبادة وحاو دوق عاصمة دشيغين حرون تن اي ساميين بربركي علادة دالكا إسلامار كان عمر فيلش دوق عاصمة دوحاو حسي إن أديق حرون تن لغو قبن جيري بادن كود داد كاي هدى أسو دون تن أقل كدولة دهوسي ستاسي لوغا مارمو وحان ديبو هاوين بلاران لغو سمين دونا بوير دامان حرومها دولة دهوسي لغو قبن جيري أديق دن تو قداي بلشد أباهن يهين حرون تن أديق بادن أي او قبن جيرتي ددوينا هكون نول مغالة مقدشو إيا قودهان دالكا سومالي حرونتان وحي كمتاي حرون به كبر بري دقال لدي دالك كدعي مددي بربركة اي مددي عمكوشو جرنسو كباشا دبا مسو رجلين ان حرونتان لقاح لقو اما واح لقا قبتو ما ملك قبل كبنادر او كاشنية اصحاب تا كالي دولة فدرال كأه كاشنية وحاو سوح الغامي كجو أن إن حرون تعال ديسو هود كاس أد أركيسين لقدرجو مال نظيف أه هجاكسن دب لوجو سوعيو أدي جدي أي برشاد أو قبنجرتي نسمع هل كان وحي كمدة هيد مد كمدة ريوينكي أن ربنا مرؤون إنا نجارنو وحيد كلا غيب كتاي تلمامبوينكا مدحوينها الجمهورية دا أو ونسيي أو ويروا إن شقوين كاس القبطة شقوين كي وتلمامين مدحوينو أي كمدة فلنتي تلوين كاس يو فلنتي واجبات كأنك نسارن با وحي غيب كتهاي فور أي غيب كتهاي فور التانكا حارون تان وحكلون سيدان هريبة أوش يجني عن ليس الدورنا لما أن جوابها الدولة دهوسة أيه ودوين كقبل كبنادر لنا عكلا يسوق هذا الكيسسي وتوجد مياه قبل كبنادر وحود جنين أذق أدرى بركة عياش كل قن مقدشو يسوق وجود جاي إن يكفوا جادن جريها بربر سنة أنت بدن أيهيات ككلكتان تاسوكو معنية إن قريها سي أي قطر تودو ليهين رابب كي مهيغان كأها اسبوع اللي صور ده في كد أي مجالة المقدشو وحا أي سببين دمشو يو داوع سيدو أكالي وحي سببين قري إني دمان بربر هانتياد إيه ودوين بابا ما عملكو قبل كبنادر وحو لحظة أحرتي إن سيد دق دق لوغا هول قالو ارنتاس وحاب شقيني اني انت روبابكو با اي سعودين و اي نوسو رقشي داد بدن او بيو حوق بدن اما دادت اي اوغو سوق قلين قريه اي كون نولايين وحاكالو نوسو رقشي قريه دوغ اه او بربورسن براكا عيال ديگنا اي قريه اي كسو دومين انا نكسو فاقنو لغا سوق قدو هالكاس لغنا سو سارو اوبد سوماليت او نول نول وددي يعني غريي دومي دخدود بولشدا سوماليت غار اهم بركه عياشا وحان اوغ ديغينا ان اين هو هي كدغن ميلها بربري او اي سوره غلطاي ساعات كستبا اني سو دومان عمر فيلش دوق عاصمه مقدشو waxay umdooyin kan wada dardargelinta ah sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa loona soo celin lahaa bilicda ay lahaayeen xarumaha dawladda hoose ee xamar ee lagu qaban jiray adeegyada danta guud ee dawladda Fadma Cabdi Qadir Xasan urbaahinta Shabeelle Muqdisho. Inta badan Soomaalidu waxay haweenku ku tilmaamaan in bulshadu ay u yihiin laf dhabar. Waxa halkan ku sugan qaar ka mid ah haweenka gobolka Banaadir, kuwaas oo koox koox u fadhiya isla markaana koox walba waxay falanqeynayaan sidii ay wax ugu qaban lahaayeen tacadiyada inta badan haweenka ku dhaca
halka kuwa kale ay ka araysanayaan sida ay doorashada dalka ugu qayb qaadan karaan. Qaab ceenkee ah ay lamaha amniga dawladda ula shaqeyn karaan iyo koox kalena ka shireysa, iyadoona kuwa kalena ay dhankooda ka shirayaan sida dib loogu soo celin karo bilcda caasimada Muqdisho iyo qaabka haweenku ay siyaasadda dalka ugu qaybgali karaan. Guruub walba waxaa la fadhiya mas-uuliyiin dawladda ka tirsan sida senatarada aqalka sare, gudoomiyaha degmada Xamar Jajab, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada, iyo Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Kooxdan ay hogaaminayso senator Faadumo Gariinyo oo ka mid ah mudanayaasha golaha aqalka sare waxay ka tashanayaan qaabka ay ugu hortegi karaan tacadiyada loo geysta haweenka. Waxay madasha ku soo bandhigeen ruwaayad ka turjumaysa arrintaasi. Intaasi kadib waxaa lagu dagalay qodobada mas'uuliyiinta ku sugan halkan. Ugu horreen waxaa hadalkiisa qaatay Guhaad Sheekh Xasan, gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Madama haweenka ay yihiin iftiinka kaliya ee gobolka Banaadir heesto, in xog ururin laga sameeyo, doorkooda uu cadaado, buug laga soo saaro, runtii waa dhiirigelinayaa, waa garab taaganahay, waan ku faraxsannahay. Haddaan nahay reer Xamar Jajab, waddankan horumar uu gaaray, gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay u diyaar garoobaysaa in doorashooyin la galo, maadaama marar badan aan ku celcelinay matalaadii siyaasadda ee gobolka Banaadir in la helo. Runtii senatarada joogto oo gobolada aqalka sare wuxuu ka yahay matalaad. Haweenka gobolka Banaadir waxaan rajaynayaa inay buddig u noqdaan doorasho guud oo gobolka ka dhacda, maadaama xog ururintii ay bilaabeen. Jawaahir Baarqab, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir oo dhankeeda madasha ka hadashay, waxay xustay in haweenka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay u diyaar garoobaan qaabka ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashada dalka. In aan ka shaqaynayno diyaargarowgii aan isleeyahay 2020 ama 2021, taasoo aan isleeyahay qorshaha siyaasadda dowladda oo cad oo ah in dalkan ay ka dhacdo doorasho madax bannaan, taasoon rajaynayno ugana mahadcelinayno howlaha qaran ee uu hayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Senator Deeqa kana mid ah mudanayaasha golaha aqalka sare waxay sheegtay in haweenka dhankooda lagu baahan yahay inay isdhiirigeliyaan. In haweenki laga faa'iideysto. Hadda mar aan ka qayb galay barnaamij waddanka Turkiga oo xisbiga Ek Party, wallahi waxaan ku farxay hawsha ugu badan iyo loobinka iyo wax walba waxa sameynaya waxay aan haweenka. Xisbigaas wuxuu ka koobnaa 6,015 qof ee ugu sareysa, 5 ayaa waxay ahayn haween xisbiga Akbart. Waxa kaloo xitaa aan ku farxay loobinka siday u sameynayaan iyo howlaha ay hayaan. Marka waxa awood xisbi walba wuxuu awood ku yeelan karaa haweenka Soomaaliyeed inuu garab ka dhigto. Gabagabadii munaasabadda waxaa halkaasi hadal ka jeedisay Basma Caamir Axmed Shakeeti, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir. Waxay xustay ka maamulka gobolka Banaadir ahaan inay la shaqeyn doonaan haweenka ku dhaqan dalka. Annaga haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, sidaad ogtihiinba diyaar garowgii waa bilownay. Waxaan ku bilownay haweenka waxaa la rabaa marka inay awalan annaga doorka haweenka waxaan ka rabno wuxuu yahay aan siyaasadan aan rabno inaan u qabano inay haweenka isdoortaan, gabadha doorashada ku jirta inay gabadha kale ee doorato kadibna iyaga ay wax doortaan. Taasi inaan ka rumayno hadafkeenu uu ahaadaa inaan isdoorano waxna doorano. Fadumo Cabdiqaadir, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.